أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المشهد، نخصصها للحديث عن الطلبة الجدد الناجحين في البكالوريا واستمارات التوجيه والملتقيات التوجيهية التي تنظم في العطلة الصيفية لصالح هؤلاء الطلاب، حيث نظم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ملتقا توجيهيا للطلاب الجدد الناجحين في البكالوريا وحتى الراغبين في إكمال دراساتهم العليا في الخارج. ويقول الاتحاد إن هذا الملتقى يهدف من ورائه إلى إنارة الطريق أمام الطلبة، كما يؤكد الاتحاد أن هذا النشاط يأتي في إطار حملة التوجيه التي انطلقت مع الإعلان عن نتائج البكالوريا هذا العام. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن الطلاب بشكل عام الجدد وتوجيههم ودخولهم إلى الجامعات، يسعدنا أن يكون معنا محمد أحمد الهاشمي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أحمد حمد، وأنت طبعا ترأس أعتقد لجنة مؤقتة يعني توجيه الطلاب بشكل عام. حدثنا أولا عن هذا الملتقى، يعني ملتقى التوجيه، الفعاليات التي تتخلل هذا الملتقى والفكرة بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية شاكر قناتكم على إتاحة هذه الفرصة واهتمامها بالشأن الطلابي. ثانيا نبارك أيضا للطلاب الجدد الحاصلين على البكالوريا، نتمنى لهم التوفيق في مسارهم الجامعي، وأيضا نتمنى التوفيق للطلاب اللي تأهلوا للدورة الثانية تكتمل إن شاء الله فرحتهم ونجبرهم في التعليم العالي. بخصوص هذه الملتقى التوجيهي أو الملتقيات التوجيهية التي ينظم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، هو ملتقى توجيهي سنوي دائم للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا على تنظيمه بعد خروج نتائج البكالوريا. هذا النشاط من خلاله الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا يوجه الطلبة الحاصلين على البكالوريا، يعرفهم على مؤسسات التعليم العالي، يعرفهم على التخصصات المتاحة لهم في الاستمارات، يعرفهم على مؤسسات التعليم العالي اللي متاحة لهم في الخارج اللي بده يوجهوا لهم، ولذلك سنويا يعدلوا. هذا الملتقى من خلاله نستضافوا أعضاء ورؤساء أقسام الاتحاد في المؤسسات التعليم العالي اللي ممثلين فيهم، وأيضا اللي نستضافوا الاتحادات والروابط في الخارج اللي تتحدث للطلاب عن الدراسة في الخارج، آليات التسجيل، أيضا ظروف السكن في الخارج. طبعا هذه الملتقيات نهدف من خلالها على أن الطالب جاي من الثانوية ما عنده أي صورة عن حياة التعليم الجامعي، لذلك الاتحاد الوطني يوفر لهم، لأنه يقدم لهم شروحات عن التخصصات، عن المؤسسات، عن أيضا أفاق هذه التخصصات اللي له يختار. ما الذي تتميز به أحمد يعني هذا الملتقى هذا العام، ما دام أنه ملتقى ثانوي بشكل عام، من حيث المشاركة، من حيث الفعاليات، من حيث حتى الأفكار بشكل عام، ما الذي تميز به عن سابقه يعني بشكل عام؟ قبل أن أجيبك على سؤالك، لجنة التوجيه الجامعي في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا تبدأ العمل مباشرة بعد خروج نتائج البكالوريا. المرحلة الأولى تبدأ بمجموعات واتسابية، هذه المجموعات الواتسابية نشرح فيها التخصصات، نستضيف فيها يعني سنعود ربما إلى هذا بالتفصيل بشكل عام، لنبقى في الملتقى يعني بشكل طبعا عام. هذا الملتقى الآن ما الذي تميز به من حيث الفعاليات بشكل عام، من حيث الأفكار، من حيث حتى مشاركات الطلاب، من حيث إقبالهم على هذا الملتقى؟ هذه النسخة العام تميزت بإقبال جيد من الطلاب الجدد، أيضا تميز على أنه فيه عروض عن جميع مؤسسات اللي يوجهوا لها الطلاب التعليم العالي، سواء في الاستمارة الأولى سواء في الاستمارة الثانية. تميز أيضا مشاركة الاتحادات والروابط للطلاب الموريتانيين في الخارج، المغرب، تونس، السنغال، حتى السعودية وتركيا. أيضا هذا الملتقى تميز على أنه على هامش الملتقى معدلين عروض لكل مؤسسة مستضافين طلابها وجها لوجه، يجوهم الطلاب يشرحوا لهم تخصصاتهم، يشرحوا لهم طريقة حساب المعدلات التوجيهية، يتكلموا لهم مباشرة يعني على شكل ورشات. كل مؤسسة مخصصين لها معرض في هذا الملتقى التوجيهي، طلابها مباشرة مع الطلاب الناجحين في البكالوريا يحدثوهم عن المؤسسة، يحدثوهم أيضا عن
التخصصات اللي متاحة فيها. أوكي، الآن نتحدث ربما عن الحملة، يعني هذه الحملة التي تقول أنها انطلقت حتى قبل أو واكبت يعني إعلان النتائج، وربما لا زالت تتواصل. يعني هذه الحملة طبيعتها يعني انطلاقا من مجموعة الواتساب، حتى الإقبال على هذه الحملة بشكل عام. حملة هذه لجنة التوجيه الجامعي، هذه اللجنة المكلفة من طرف المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لموريتانيا، هذه المكلفة مواكبة الطلبة الجدد. كما ذكرت لك هذه المواكبة تبدأ مع عند خروج نتائج مباشرة. حتى أن هذا العام أطلقنا لهم تطبيق إلكتروني، هو الأول من نوعه، يمكنهم حتى من مشاهدة النتائج ومتابعة خروج النتائج، يعني طلعوا على النتائج من خلال هذا التطبيق اللي أطلق الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا. التطبيق فيه رابط مباشرة، عندما تضع رقمك في البكالوريا لا يحيلك مباشرة مجموعات الواتساب التخصص للشعوب. هذا التطبيق ظهر لك عنه ينافس يعني التطبيقات الأخرى اللي أصبحت معروفة ربما، وإقبال الإقبال للأمانة. التطبيق كان هو أول تطبيق هذا العام رفع نتائج البكالوريا بسرعة. أول تطبيق هذا العام، أول تطبيق رفع النتائج هو تطبيق الاتحاد الوطني. ما خرج لي ضغط طبعا، ضغط كبير يا غير مليمات أثر به طبعا. يعني بعد مباشرة نص ساعة من نشر النتائج على بشكل اكسل ارتفعوا على التطبيق مباشرة النتائج. ضف إلى ذلك أن في الاتحاد الوطني هذا الطلاب اللي لا يدخلوا هذه المجموعات لا يجبروا قدامهم شروحات، لا يجبروا قدامهم مثلا. احنا حتى الآن انهينا عروض عن جميع التخصصات اللي يتاحوا له المؤسسات اللي يوجهوا لها طلاب في الاستمارة الأولى في الاستمارة الثانية. استضفنا ممثلين عن روابط وطلاب الطلاب الموريتانيين في الخارج، المغرب، الجزائر، تونس، السنغال، هذه الطلاب اللي هذه الدول اللي دائما ما تكون اهتمام الطالب الموريتاني. حتى ان ايضا مولي نستضافوا لهم حتى مولي عن ايضا يعني خريجين والله اشخاص يعدوا التخصصات اللي تابع على وزاره تحت وصايه وزاره الدفاع، كيتم المدرسه الوطنيه المتعدده التقنيات، كيف المعهد العالي للغه الانجليزيه. هذه عندكم فيها ممثلين والله يعني فقط تتواصل طبعاً معهم؟ طبعا لا يسمح بالعمل النقابي، لكن نحن نتواصل مع طلابها دائما ما يتواصلوا معنا، ايضا من خلالها نقدموا للطلاب الجدد هذه العروض. الطلاب الجدد الان يعني لو ان امامك او يشاهدك يعني ناجح في البكالوريا هذا العام، يعني ما النصائح او التوجيه بالضبط؟ اول خطوه يمكنه ان يستفيد من هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا البرنامج وهذا التوجيه بشكل عام وهذه الاستمارة. أول شيء تعدلوا أنه يخرص التخصصات اللي متاحة في هذه الاستمارة. طبعا احنا تعليمنا التخصصات اللي عندنا هون في التعليم العالي، يعني معايير التوجيه عندنا نظام توجيه يتم خلال مرحلتين، استمارة أولى عادة للناجحين في الشعب العلمية من الدورة الأولى، الاستمارة الثانية تخرج للطلاب اللي ما نجحوا في الدورة الأولى، وأيضا هم للطلاب الشعب الأدبية. طبعا الطالب يلتو يعود مطلع على هذه الاستمارة الأولى التخصصات اللي متاحين فيها، ويعرف فرص يعني قبول في هذا التخصص. أيضا هم اللي يعود يعرف هذه التخصصات أفاقها المستقبلية، المواد اللي تدرس فيها، وطبعا هم اللي يتأني لين يبدأ استمارته، يعود هم اللي يسول عن التخصصات والجامعات، الجامعة اللي هون التخصصات اللي فيها والمؤسسات والمعاهد كلهم يعود يعرفها ويعرف التخصصات اللي فيها. لا يعجل إلين يختار، شوف هو التخصص اللي مناسب له، لأن يعني في الأخير اختيار تخصص كل شخص حسب المجال اللي جاين ولا يتميز فيه يبدع فيه، ويسمح له به معدل التوجيه يمشي فيه إن شاء الله بإذن الله التوفيق. أوكي، يعني برأيك ماذا أمام الطالب الجدد، يعني خصوصا الراغبين في، أو طبعا هم قاع راغبين هم سيدخلون الجامعة بشكل عام، خصوصا انه مع تزايد اعداد الناجحين هذا العام في البكالوريا، ومع حديث عن اكتظاظ يعني الجامعات، يعني كيف ماذا امامهم في هذا وذاك؟ للاسف امامهم واقع تعليم عالي للاسف هش، سواء على الجانب الخدمي، للاسف عندنا خدمات جامعيه بشكلها الحالي بالإقبال الطلاب، العدد الحالي للطلاب ما تغطي 20% من الطلاب، سواء على مستوى النقل، سواء على مستوى السكن، سواء على مستوى حتى البرنامج التكويني اللي يتلقاه، المختبرات اللي تكون فيه طاقة الاستيعابية ضعيفة. هذا اللي نضيفه عليه
هذه 16 اللي محتمل على انها توصل للتعليم العالي السنه الجايه. طبعا لان نعرف ان تعليمنا العالي يواجه الكثير من التحديات، لما المسؤولين عنه يطرحوا خطط واضحه لانقاذ هذه مؤسسات التعليم العالي من الوضعيه اللي فيها. في الحقيقه لا، للاسف هذا ما هو مبشر، لان في الاخير التعليم العالي من خلاله هو اللي تقد الدوله تتقدم، وتقد ايضا تعود مخرجاته عندها قيمه، تخرج اكفاء واطر قادين يحملوا هم هذا الوطن. للاسف واقع التعليم العالي اليوم اللي يعيشه، للاسف فم ياسر من الاختلالات البنيويه، وهم ايضا مشاكل حتى علينا نضيفوا على الطاقه الاستيعابيه من راس للمؤسسات الجامعيه ما تتحمل هذا العدد الكبير اللي يواجه له هذا العام. نتحدث عن كما قلت لك الخدمات الجامعيه، نتحدث عن حتى الضغط على مصالح الشؤون الطلابيه اللي لا يتوافد عليها الطلاب بدايه العام. ظل علينا ما عندنا تسجيل، ما شغلوا الرقمنه في التسجيل اذا ما استثنينا كليه الطب وتخصصات الماستر في كليه العلوم والتقنيات، غير كل هذه المؤسسات الاخرى تسجل فقط تسجيل ورقي المعتاد. لا يجبروا ذيك الطوابير، لا يجبروا ذاك الرنق اللي ما يوفق، اللي الطالب قاعد عليه يعطي شهر واثنين هو ما فات سجل، حتى ياثر على انطلاق الدروس، لان اكتوبر يوفق في التسجيل، نوفمبر يوفق في التسجيل، عقب ذاك لا يبقى لك من السنه الشغليه للطلاب، اللي تاثر انه الحصص التطبيقيه والحصص النظريه يتاخروا بسبب ايش؟ بسبب الضغط على التسجيل، لان الجامعه ما فات سجلت الطلاب. دوركم انتم يعني في هذا الضغط وهذا يعني ماذا تقدمون للطلاب في طبعا ازاء هذا الواقع اللي تتحدثت عنه؟ نحن في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا نواكبها الطلاب ورك عند خروج الاستماره وعند خروج نتائج الباكالوريا. هذه المواكبه مستمره لين يجوا للجامعه، نحن في الاتحاد الوطني ننظموا اسابيع الدخول الجامعي، هذه الاسابيع من خلالها اللي تعود فيها ورشات، اللي تعود فيها فعاليات استقبال، يوميا نستقبل الطلاب، نعت لهم كيفيه الطريقه اللي يسجلوا بها، نملا الاستمارات التسجيل، طرق التسجيل كذا كذا، نصحبهم شر يعني بل التسجيل وكذا، نشرح لهم ديك اجراءات التسجيل كامله. ايضا حتى بالتنسيق مع الروابط والنقابات الموريتانيه في الخارج، نستقبلوا كل منهم مثلا جايين ما هو جابرين حد يستقبلهم في المطارات، الروابط الموريتانيه في المغرب تونس يستقبلوا الطلاب ويوفروا لهم سكن. نحن هون ايضا من خلال الفعاليات كما قلت لك اسبوع الدخول الجامعي اللي تتواصل على شهور، فيها ورشات وفيها ندوات حتى نشرح لهم هذا النظام اللي ام دي المسؤولين عليه، طريقه التدريس في الجامعه، ايضا نسهلوا لهم عمليه التسجيل من خلال علم ننظموهم اللي نسجلوا كاملين في الجامعه، والتسجيل يعود مثلا ما تعبوا فيه ياسر. اوكي، يعني هذا الواقع الذي تحدثت عنه الان، يعني قلت انه واللي وصفته ربما بالهش، يعني كيف يمكن للجامعه ان تستعد لاستقبال الوافدين الجدد، ويعني حتى كيف يمكن ايضا حتى الهيئه الطلابيه ان تستعد لهذا؟ شوف، هو المؤسسات الجامعيه يالتها من الورق تبدا جايها عدد كبير من الطلاب. اول شيء تتعدل هو الاستعداد المبكر وتعرف الطريقه اللي يتسجل بها الطلاب، منهم قاعد يفتح تسجيل عن بعد للطلاب اشبه، منهم ما هو قد يخرص الطرق اللي تمكن علينا نقضوا على اللي كان في السنوات الماضيه من رنق وطوابير على مصالح الشؤون الطلابيه. في الاخير مصالح الشؤون الطلابيه حتى العمال اللي فيها يعودوا لا عاده ما ثلاثه اربعه مقابل كم الطالب مقبل على هذه المؤسسات، يعني منطقيا ما يقدروا يسجلوا من الطلاب كاملين. معناه حتى الان هذه المؤسسات الجامعيه التي تبدا بتحضير مبكر وتحضير مالي جيد، لياك هاش لياك يغنون عن ذاك من الطوابير اللي طويله والتسجيل اللي يعني مت وتفوت ياسر، وهم كانوا قادين يجربوا تجربه كليه الطب في التسجيل عن بعد، تجربه كليه العلوم والتقنيات في مرحله الماستر طلاب سجلوا عن بعد، ايضا يحاولوا يعدلوا. والله كان بدي صح يعني متاح هذه طبعا متاح، ليجبر اراده جاده ويجبر يعني حد هام ويطبقوا متاح، لما لا؟ الناس الكليات كليه الطب طبقته، ماستر التقنيات طبقته، لما لا؟ الناس نحن ورك يعني متجهين في عصر الرقمنه والاوراق صفر، معناها ان ما للاسف، لكن نحن دائما الناس اللي تسير التعليم عالي عندنا مشكلته لا، لانها ما تخرس الحلول، هذه المشاكل نطرحها ما دائما تلود الحلول في الاخير نفس المشاكل للسنوات الماضيه اللي تم تتكرر. السؤال الى انت ويالطن فعلا يبدو في ايضا مواكبه التسجيل، يبدو حتى في النقل، لماذا ما يزيدوا يبدو مارك يحضروا لزياده الباصات، يبدو فتح طاقه استيعابيه التحضير للسكن الجامعي، يبدا من مارك لين مع اكتوبر نجبر سكن جامعي جاهز لاستقطاب عدد كبير من الطلاب، المطاعم، المؤسسات
يعني مرافق التعليم العالي كامل تعود جاهزه على انها تستقطب هذا الكم الكبير من الطلاب اللي جايهم اللي قاع لنخرصوا ناجحين في البكالوريا العام الماضي مع الدوره الاولى والدوره الثانيه ما بالسيف لحقوا 10,000 والله زاد 10,000 ضيف عليهم مارك للسنه العدد الزاد لا في الدوره الاولى قاع فكيف بده ينجح عليهم الدوره الثانيه يعني لا يعود فهم عدد كبير من الطلاب داخلين التعليم العالي معناها ان مؤسسات التعليم العالي يالله تعود على استعداد على انها تواكب هذا الطلاب وتسجل لكن استاذ حمد ربما الطالب الان بحاجه الى ان يسمع ايضا صوره ايجابيه عن عن عن, عن التعليم العالي بشكل عام بحاجه الى ان يسمع انه بحاجه الى ان يرضى باكثر في في في, في الدخول الى هذه الجامعه بعيدا عن طبعاً هذا هذا الواقع طبعا يعني طبعا احنا نتكلم عن واقع حقيقي غير ما نخفوا على مع ذلك كامل عندنا مؤسسات يعني رغم الملاحظات على التكوين غير ملي مؤسسات قد تتوخى يعني مثلا تخرج طلاب مثلا هم مبارك في يعني في القيادة قياديين يعني مؤسسات يعني شخصيات يعني مثلا قد يعني توخى يعني اشخاص يعني طلاب اكفاء يا غير ملي هذا ملي ما يغني على فهم ملاحظات وفهم ايضا اشكاليات يا الله مخرجه انه للاسف تخصصاتنا من راسها ما تواكب سوق العمل برامجنا التعليميه اللي نقراو على انها ما هي محدثه يعني برامج قديمه ما تتفرقع زاديه متواكبه سوق العمل اللي نعود ما عندنا منظور ان نصلح التعليم العالي على ان اولا لياك يعود عندنا منتج يعني مخرجاته يعني جوده المخرجات اللي ياخذ بها الطلاب اللي ما يركز عليها بالاخر التعليم العالي لا يتملى عنده هذه المشكله، طبعا في تحديث البرامج التعليميه، ايضا توفير خدمات جامعيه مناسبه نديروا طلاب في ظروف قادين يقراوا فيها، لان الظروف اللي يقراوا فيها الطلاب ظروف صعبه. في الاخير الطالب لين دار في ظروف جيده، الطالب لين يوفر له تكوين اكاديمي مركز، في الاخير دون نجبر مخرج طالب يعني قاد يعني مثلا يخدم في السوق وقاد يعود شخص فاعل. الاستماره يعني ملء الاستماره يعني كيف يتم الان يعني في للطالب الشديد بشكل عام لو تحدث اكثر عن هذه النقطه الاستماره عاده يباخذ كما قلت لك قبيل استماره اولى هذه الاستماره تمثل الكترونيه كل طالب موريتاني حاصل على البكالوريا عنده الجنسيه الموريتانيه وزاره التعليم العالي ضامنه له يعني مقعد في مؤسسات التعليم العالي سواء هم والله اللي يجبروا المنح شغل الخارج هذه الاستماره تمثل الكترونيه كما قلت لك الاستماره الاولى للطلاب اللي شعب علمية طلاب ناجحين في الدورة الأولى خاصة بهم هم اللي يملأوا هذه الاستمارة الأولى عدد منهم لا يقيس المغرب وتونس والجزائر وأيضا مؤسستهم مؤسساتهم كي تكون الطب والصيدلة والطب الأسنان كيف المدرسة الوطنية متعددة التقنيات البوليتكنيك هذو هم التخصصات اللي هذو هم المؤسسات المتاحة في الاستمارة الأولى الناس اللي ما وجدت في هذه الاستمارة الأولى تنتظر الاستمارة الثانية تأخذ عادة بعد خروج الدورة التكميلية الثانية ويوجهوا مع طلاب الصالخرين اللي كاملين وأيضا الشعب الأدبية يوجهوا في هذه الاستمارة لكن حتى الآن قاعد الاستمارة حتى الآن ما فات خاوط طبعا هذا الاستمارة حتى الآن ما فات حتى الآن لم تخرج وضيف إلى ذلك أن مؤسسات التعليم العالي في الخارج تبدأ دراستها في الشهر التاسع بداية الشهر التاسع شهر التاسع بداية الشهر التاسع تبدأ مؤسسات اللي في الخارج الدراسة وحتى الآن وهذه إشكالية لا تعود مطروحة طبيعي جدا هذه إشكالية مطروحة عادة للطلاب اللي يقيسوا الخارج طبعا الطلاب كانت مطروحة لهم يمشوا في الحصص الرسمية المنح مطروحة لهم هذه الإشكالية نضرب مثال الطلاب اللي يمتنحوا في الحصص الرسمية الشهر الجزائر هذو لا يجوه كلا متوخرين فاتوا في الفصل الأول في الجزائر عود عندهم لا خيارين إما تخسر لهم السنة إما يعدلوا فصلين وفصل واحد وهذا طبعا مرهق وهذا يلط وزارتنا ويلط مدير التوجيه والمنح تم تطرح لهذا الطلاب يعني احتمال يعني قدر المستطاع تحاول تتخذ الاجراءات الكفيله على انها تحل وضعيتها والطلاب اللي يقيسوا الخارج وتخسر لهم سنه والله يخسر لهم فصل الا بسبب انهم ما مشاوا ما متاخرين، طبعا انا قاعد بارك وضعيه الاستماره حتى الان الجهات المعنيه لا تقول قريبا يا غير ما عرفنا الصا كان هل يتوخذ مثلا يعني قريبا ذيك ما عرفنا انت كانوا قاعد يتحروا قاعد بعد الدوره التكميليه ويعدلوا ياخذون الاستماره واحده لا عرفنا ما بالعاده تاخذ الاستماره لو عاده تاخذ الاستماره الاولى بعد فتره خروج النتائج الدوره التكميليه تخرج بعدها باسابيع تخرج الاستماره الثانيه طبعا اللي قد يعود تاخير بسبب طبعا العام بكالوريا تاخر غير مولي نتائج البكالوريا لهم شيء خاوض مع ذاك الاستماره انا خاوض
إذن يعني الطالب الآن في انتظار فصل جامعي يعني شديد، هذه العطلة وهذا يعني الوقت وهذا الفراغ كيف يمكن أن يستغلوا يعني الاستعداد لتحضير عام جامعي شديد مميز؟ فعلا الطالب يطلب للمثل أول شهر يطلب يطلع يقبل المعلومات الكافية عن التخصصات، عن التعليم هون، عن حتى منهم راغب في الخارج، عن يعني في الأخير نحن مولي التعليم كيف ما قلت لك ما فات عاد يغني حتى عن المؤسسات اللي في الخارج رغم توجه الدولة لأنها تحد من المنح شهور الخارج، لكن مولي ما فات توفرت هون تعليم ذاك وقاعد يكرد الناس عن الخارج. يا غير بعد على كل يالتهم يعرفوا هذه التخصصات اللي قدامهم يبحثوا، أيضا مولي اللي منهم قد يهتم باللغات في الأخير اللغات مهمين لأن يعني بالأخير طالب الجامعة يعني ما طالب كيف مرحلة الثانوية عاد باحث عاد يعني يعود مهتم باللغة يعود عاد مثلا عاد يعني مثلا ليك الأمور الأكاديمية كاملة مهتم بها أساسا لله. أوكي الطالب حتى يعني الطالب اللي واعد الخارج بشكل عام أيضا هو ربما بحاجة إلى 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 يعني الكثير ربما أكثر من التوجيه ومن النصح أكثر مما هو طالب في الداخل، يعني ايضا ماذا يعني ماذا تقومون به في هذا الجانب؟ في هذا الجانب احنا في الاتحاد الوطني في لجنه التوجيه الجامعي للاتحاد الوطني للطلبه الموريتانيه دائما كما قلت لك في هذه الفتره بالتعاون مع زملائنا الطلاب رابطه والاتحادات الرابط والاتحاد الاتحادات الطلابيه الموريتانيه في الخارج نتعاون معاهم، احنا بدورنا نقدم شروحات على المجموعات على ملتقانا التوجيهي اللي كنا معدلين من خلاله استضفنا كما قلت لك المغرب، تونس، الجزائر، السنغال، حتى مصر، السعودية، يعني أساساً البلدان اللي تشهد عدد كبير من الطلاب. طبعاً إحنا هون اللي نشرحوا لهم نتكلموا لهم عن الدراسة في الخارج، آليات التسجيل، ظروف السكن، تكاليف المعيشة، أيضاً اللي أنتوا خال استمارة ذوك اللي موجهين في الخارج مباشرة اللي هم مشروا لهم روابط ومجموعات الطلاب الموريتانيين في الخارج اللي لا يزادهم ويستقبلهم في المطار ومنهم ما هو جبر سكن كما قلت لك يوفروا لهم سكن. محمد يعني استقطابكم للطلاب الجدد الآن من خلال مجموعات الواتساب كيف تقيموا يعني الإقبال عليه حسب مجموعاتكم بشكل عام حسب على كل ولله الحمد مجموعات الواتساب هي الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ما شاء الله فتحنا يعني عدة مجموعات لأن المجموعة الأولى تمتلئ فنفتح الثانية تمتلئ الثالثة وهكذا عندنا عدة مجموعات لأن حتى العدد العادي اللي يسمح به الواتساب ما تلا رابدهم ذلك دائما حتى عندنا عدد ملتقيات تفاعلهم معكم تفاعل جيد من أي شيء ينشر حتى أعضاء لجنة التوجيه الجامعي في الاتحاد الوطني وكلهم رافد التلفون وبه الاتصالات الرسائل الطلاب يسأل طالب يسأل وهو يجيب هذا يعني هو روتينه اليومي مواكبة هذا الطلاب الإجابة على أسئلتهم اللي يعني عندهم ياسر من التساؤلات عندهم ياسر من الأسئلة لأنه بالأخير جاي عالم جديد ما يعرفه ذلك بالأخير هذه لجنة التوجيه الجامعي مناضل الاتحاد الوطني يعني صدورهم رحبة ومواكبين هذا الطلاب كيف ما قلت لك وصابرين على هذا الضغط اللي يواجهه يعني ضغط يعني كيف المجموعات اللي يواكبوا هذا الطلاب وجاوبوا كاملين على استشكالاتهم حتى أن في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا قمنا بسلسلة توجيه يعني مقاطع توجيهية وطبعا هذا كما قلت لك يعني ملتقانا التوجيهي هذا العام تميز بأن عدلنا يعني عمل إعلامي واكب طلاب البكالوريا يعني جميع مؤسسات التعليم العالي كل مؤسسة عدلنا عنها تسجيل مقروء يعني في مقاطع فيديو منشورة على صفحاتنا على الفيسبوك واليوتيوب حتى التيك توك تشرح للطلاب هذه التخصصات يوم اثنين نطلعوا فيديو عن كل مؤسسة إن شاء الله اللي نعمه على جميع المؤسسات يعني مقاطع جاهزة يوميا يوم اثنين نرفع مقطع لياك الطلاب نديرهم في صورة عن التعليم العالي اللي جايين نشرح لهم هذه التخصصات نواكبهم مواكبة راجين عنها تعود إن شاء الله مرضية وعلى أنهم يجبروا فيها ضالتهم وتجاوبهم على الاستشكالات اللي عندهم. الطلاب الجدد دائما يعني ربما بحاجة أكثر، هل يمكن أن تزيد في 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 توجيه الطلاب الجدد من خلال هذا المنبر بشكل عام حتى من ليس في مجموعاتكم على الواتساب ومن ليس في طبعا شوف هم الطلاب الجدد دائما اكثر تسئلتهم انا معدل التوجيهي كذا ومن درا كان قد نجبر التخصص كذا ومن درا كان معدل كذا قد نجبر التخصص كذا اي شوي نقول لهم علينا الطريقه اللي يوجههم بها هون طريقه آلية التوجيه هون إن ما فهم حد قد يقول لك معدل توجيهي قد يقيس تخصص كذا باللي هذا فيه نقطه على ان هو فهم عدد من المقاعد محدد حسب الطالب عليه حسب المعدلات التوجيهية للناس اللي طالبته.
هذا هو اللي يحدد كان الشخص قد يجبره. معناه ما قد حضرك يتكهن معدل كذا، ما قد يجبر معدل التخصصات. طبعا في معدلات في متخصصات كيف الطب وكيف التخصصات دائما تعود معدلات قبولها لا ما ما شوف محسومه، لان طلب عليها عاده يعود كبير. لذلك ما قد ما دائما لا اصحاب المعدلات المرتفعه هم اللي اكثر حظا اكثر حظا فيها. على كل التخصصات تخصصات بصفة عامة، ما فهم تخصص زين وضع تخصص ما هو زين، فهم حد قاس تخصص اللي يتميز فيه دور يجبر فيه إن شاء الله والفرص. والله مولي يعني نحن فعلا عندنا إشكال يعني حتى توجيهنا توجه للتخصص اللي انت توجه له، ما دائما عياو شوي ينفتح لك توجيه داخلي قارين توجه شو ذاك التخصص، خلي لك اللي ذاك التخصص اللي انت تكمل فيه. ايضا نقطة اخرى على بخصوص توجيه الجامعي، لان مؤسساتنا يعني عندنا مؤسسات، عندنا مؤسسات يعني عندها تكوين مهني، عندها مؤسسات تكوينها بحثي زين في الطلاب سابق يقيسوا تخصصات يعودوا يعرفوا الفرق بين المسار المهني والمسار البحثي لياك يعودوا عارفين مثلا كلهم ايجابيات وكلهم يكونوا كامله. لان في الاخير عندنا كما قلت لك مؤسسات مسارها بحثي، تخصصات بروفيشنال، تخصصات ريسيرش، عدو طالب سابق يدور يعرف تخصص يعرف كم بروفيشنال وعلى الشرش يعرف كلهم يعني ايجابيات وشنو. محمد احمد الهاشمي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبه تيمور تانيا، كنت ضيفنا في حلقه مشهد، شكرا جزيلا لك. اسمح لي ان اضيف على اني شاكركم على الاستضافه، ايضا داعي الطلاب الجدد كاملين لانهم يلتحقوا براكم مؤسسه الاتحاد الوطني. شكرا جزيلا لك. شكرا، شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، والى ان نلقاكم في حلقه اخرى من برنامج المشهد، في امان الله.